تخيلوا لو أن كل يوم دراسي كان ممتعاً كالنزهة في الحديقة بدلاً من ساحة معركة. دعونا نواجه التنمر معاً، سواء كان لفظياً أو جسدياً، فالتنمر ليس مقبولاً أبداً. إليكم ما يمكنكم فعله أيها الطلاب، إذا كنتم تتعرضون للتنمر فتحدثوا، أخبروا صديقاً أو معلماً أو أحد الوالدين. تذكروا أنكم لستم وحدكم. أيها الآباء، انتبهوا لأي علامات غير مبررة مثل الإصابات أو الانخفاض المفاجئ في الدرجات. افتحوا باب الحوار وأعلموا أطفالكم أنهم يستطيعون التحدث إليكم عن أي شيء. أيها المعلمون، هيئوا مساحة آمنة في صفوفكم الدراسية. شجعوا اللطف وتأكدوا من أن الجميع يفهم أن التنمر لن يتم التسامح معه. لنا جميعاً دور نلعبه. بالقليل من التعاطف والعمل يمكننا أن نجعل مدارسنا مكاناً أكثر أماناً للجميع. فلنقف معاً ونتحدث بصراحة ونحدث تغييراً، لأن الجميع يستحق أن يشعر بالأمان والتقدير. معاً يمكننا إنهاء التنمر.